طيب ان شاء الله يا جماعه هنتكلم عن الستيريوكيمستري. الستيريوكيمستري طبعا من البيزك ساينسز اللي هي اصلا بتدخل في كل الساينسز اللي احنا بندرسها يعني. تمام. طيب ان شاء الله احنا هنحاول نديها بطريقه مبسطه جدا وفي نفس الوقت تبقى بطريقه بروفيشنال. الستيريوكيمستري بدات من عند دواء اسمه السليدوميد، مثالي احنا كلنا سمعنا عنه. السليدوميد ده كان في غرب المانيا، كان ساعه الحرب العالميه الثانيه، وكانوا شغالين على بروجكت عشان خاطر يعملوا انتيبيوتكس. في دواء كده طلع معاهم اسمه السليدوميد. الدواء ده كان بيشتغل اصلا سيداتيف، يعني مش ضمن الانتيبيوتكس خالص اللي هم بيدوروا عليها. فالدواء ده اتركن، جه بعد كده بكام سنه اشتغل عليه واحد، حتى اللي كان مطلعه مش البروفيسور يعني، كان واحد من الاسيستنت بتوعه، واحد بتاع فارماكولوجي، جه عمل عليه شويه يعني تيستات كده، فاكتشف ان هو ليه سيداتيف فعلا افكت وهيبنوتيك افكت، فبدا ينزله الماركت. الدواء ده نزل الماركت تقريبا سنه يعني 54، بدا يتباع كويس قوي سنه 56، انتشر جامد، لانه طبعا الدواء ده كان بيسموه الوندر دراج. ليه بقى؟ لانه كان بيعالج كل حاجه، بيعالج الكف، بيعالج الهيدك، بيعالج اي حاجه تقريبا كانت اوتو سي كانت بتمشي بالدواء ده. فبدا الدواء ده ينتشر جدا، وبعدين جه دكتور جربه على البريجننت فيميل في المورنينج سيكنس، طبعا نسمع عنه صح او عارفينه يعني، فلان هو بيدي المورنينج سيكنس. الدراج ده طبعا جربوه على المورنينج سيكنس في البريجننت فيميل، فلاحوا راوا برده ان هو بيدي افكت كويس جدا. الدواء ده بدا يتباع بطريقه رهيبه جدا في اوروبا كلها، تمام، لدرجه انه كان يدخل امريكا، لولا ان كان في دكتوره كده كانت الهيد اوف فارماكولوجي ديبارتمنت في الاف دي اي. الاف دي كانت لسه اصلا ما وصلتش للي هي تسيطر على العالم كله دلوقتي، تمام. فلما اتكلمت قالت لا، الاستاديز اللي معموله على الدراج ده مش كافيه. هما زمان ما كانوش بيعملوا اصلا تراتوجينيك ستادي، هما كان اخرهم يعملوا توكسيستي ستادي وينزلوا الدواء على اساس دوت، ما كانوش اصلا يفهموا ان الدراج فعلا ممكن يعدي من البلاسينتا او يدخل للفيتس او الكلام ده كله، تمام. اكتشفوا طبعا في اواخر الخمسينات ان فعلا مرض اسمه الفوكوميليا انتشر. ايه الفوكوميليا؟ طبعا ابنورماليتيز في الليمبس بتاعه الاطفال. لما بداوا يلاحظوا ويعملوا بقى كده ايه ملاحظات اوبزرفيشن، ايه اللي حصل؟ بداوا يرجعوا تاني، ده نتيجه السليدوميد المنتشر. طبعا بفضل الدكتوره اللي اسمها كيل سيدان، هي حتى كرمها جون كينيدي طبعا الرئيس الامريكي، بسبب ان هي كانت من ضمن الاسباب اللي الدواء ده ما دخلش فيه امريكا. عايز اقول لكم ان تقريبا يعني 5000 حاله اتولدت بالكيس دي، وتقريبا نصهم ما كملش، نصهم ضاي، تمام، من كتر ما المرض ده كان مرض صعب جدا، والطفل اصلا فيه مش صعب ان هو ايه او مش سهل ان هو اصلا يكمل ويعيش. طيب ده من ضمن برضو الحاجات اللي هي الارتفيشال ليمبس اللي اتعملت في لندن في الفتره دي. وبرضو الجدير بالذكر ان الراجل ده من اكثر الفيموس جيرمان فيلم ميكرز، من ضمن الناس اللي اتولدت اثناء الستيريودومايت كرايسيس، تمام. ليه انا بقول كل الكلام ده؟ القصه دي لما حصلت كان الستيريوكيمستري، الستيريوكيمستري كانت موجوده من قبل كده، بس ما كانش حد لسه مقدر ان ممكن الستيريوكيمستري تفرق في الدراج ريسبتور انتر اكشن وتعمل كل الكرايسيس دي. الموضوع ببساطه بس عشان نتكلم عن الهيستوري، عشان احنا برضو ناس بروفيشنال شويه. السليدوميد ما وقفش على كده، السليدوميد كده ببساطه شديده احنا قلنا سنه 56 هو طبعا اصبح الماركت ليدر، بعد كده سنه 61 تقريبا هم وقفوه نتيجه التراجيدريشن اللي حصلت والمرضى اللي احنا قلنا عليه والفوكوميليا. 96 بداوا يعملوا عليه ستادي كانتي كانسر دراج، بس كان لسه ما عملش دراج نزل الماركت. 98 الدواء ده اف دي ابروفد عشان خاطر نوع من انواع الليبروزي. سنه 2006 الدراج ده اف دي ابروفد فور تايب اوف كانسر تريتمنت. يعني معنى كده ان السليدوميد على فكره دلوقتي يعتبر من اكتر ادويه الماركت ليدر اللي بيستخدموها كليد دراجز عشان يعملوا انتي كانسر دراجز. الناس طبعا بتوع السنسز شايفين الكلام ده. طيب فالسليدوميد قصته ما انتهتش، بس احنا حكينا القصه القديمه بتاعته دي اللي هي اول ما طلع، عشان خاطر نقول بقى ببساطه شديده ده السليدوميد. اللي حصل ان كان في كربونه كده معينه، كربونه دي قالوا عليها حاجه اسمها ستيريو سنتر. الستيريو سنتر ده هنفهم طبعا كمان شويه يعني ايه ستيريو سنتر. خلى الدراج ده دوين مش ده واحد، يعني انت بتبقى فاكر ان هو وان مولكيول، لا ده طلع ليه مرايه كده ثانيه، وراحوا سموا واحد منه اسمه ار وواحد منه اسمه ايه اس. طبعا يعني ايه ار يعني ايه اس، كل ده هنفهمه ان شاء الله مع الشرح. الار انانشومر ده هو سموه انانشومر، هنفهم برده يعني ايه انانشومر كمان شويه. كان هو الايفكتيف وكان هو ده اللي بيشتغل انتي ايميتك، لكن الاس انانشومر هو ده اللي كان بيعمل بيرث ديفكتس وكان بيعمل فوكوميليا، تمام. هنتكلم بقى مع بعض في الستيريوكيمستري. من ساعه ما حصل الكلام ده بداوا يهتموا جدا بحته الستيريوكيمستري في الدراجز والدراج ريسبتور انتر اكشنز، لان واضح ان في دواء ممكن يعمل تاثير، دواء تاني يعمل لك كرايسيس، يعمل لك كارثه، تمام، او ما يعملش افكت، يعني مش لازم يعمل توكسيستي، ممكن ما يكونش ليه افكت خالص. طيب بكل بساطه الستيريو كيمستري هي البرانش اوف كيمستري كونسيرند بالثري دايمنشنال كونسيكونسز اوف ذا مولكيول. هو بيتكلم عن ان الدواء موجود في 3 دايمنشن زينا بالظبط. انت لو شفت صورتي او صورتك هتلاقي 2 دايمنشنز، طول وعرض، لكن انت ليك سمك صح، وممكن ايدك تيجي قدام او تيجي ورا. هي دي الستيريوكيمستري ببساطه. الدراج برضو والكربونز بتمشي نفس القصه اللي احنا بنتكلم فيها عن نفسنا. طيب الايزومرز دي كومباوندز ليها ذا سيم مولكيولار فورمولا، يعني ايه؟ نفس عدد الذرات كل حاجه،
بس بيختلفوا في الفيزيكال او الكيميكال بروبرتيز زي ما قلنا اللي فاتوا دول. هو كان نفس الموليكيول بس الخصائص الفيزيائيه او الكيميائيه بتاعتهم بتبقى ايه؟ بتبقى مختلفه. طيب بيقول لي بقى الفينومينا دي هي دي قصه الايزومرزم. طيب عشان نتكلم عن الايزومرزم نعرف الانواع بتاعتهم الاول. ايزومرزم هم نوعين، كونستيتيوشنال او ستراكشرال ايزومرزم، والنوع الثاني هو الاستيريو ايزومرزم. طبعا الاهم هو الاستيريو ايزومرزم، بس انا لازم ادي فكره برده عن الكونستيتيوشنال او الستراكشرال كنوع من انواع الايزومرزم. الكونستيتيوشنال او الستراكشرال ايزومرزم دي بيقول لي ايزومرز فيها الاتومز كونكتد ان ديفرنت اوردر، وليهم بقى الانواع دي: تشين ايزومرزم، ميتامرز، بوزيشنال ايزومرزم، فانكشنال ايزومرزم، اند توتومرزم. خد بالك كل دول نوع من انواع الكونستيتيوشنال. يعني ايه يا جماعه كونستيتيوشنال؟ ستراكشرال، تركيب. التركيب بتاع الذرات هنا بيختلف، تمام؟ الاتصال بينهم مع بعض مع ان هم ليهم نفس عدد الذرات بالظبط. طيب نبدا باول نوع كده، تشين. التشين ده بيتكلم عن ايه؟ بيقول لي ببساطه شديده بيختلفوا في الكربون سكيلتون. يعني هم لو انت جيت عديت اعداد الذرات اللي فيهم هتلاقيهم كلهم زي بعض، لكن الكربون سكيلتون نفسه بيختلف ما بينهم وبين بعض. نشوف كده اكزامبل. عندك مثلا دي انواع من الالكينز اللي احنا عارفينهم. لو انت عديت الذرات هنا 1 2 3 4 5 كربونز، لو عديت الهيدروجنز هنا 3 و2 كده 5 و2 كمان كام؟ 7 و2 و3. طيب لو انت عديت برضو الذرات هنا تلاقيهم نفس النمبر بالظبط، هنا نفس النمبر، لكن ملاحظ ايه في البويلنج بوينت كفيزيكال بروبرتي؟ مختلفه ولا زي ما هي؟ مختلفه جدا، تمام؟ مع ان هي تقريبا نفس الموليكيول بنفس الذرات. ده نوع من انواع عشان هم اختاروا في الكربون سكيلتون، قلنا عليه الكربون سكيلتون تشين ايزومرزم عشان في السلسله بتاعته. طيب النوع الثاني ببساطه قالوا عليها ميتامرز، هو هو اللي فات، بس قال لي الذرات دي او الكربون سكيلتون ده متصل بذره معينه، يعني هي دي المحور بتاعهم، هي دي الايه السنتر بتاعهم، سواء ان او او اس. ببساطه شديده نيجي لانواع الايثرز دي، الاكسجين موجوده هنا، في هنا 2 يمين و2 شمال، هنا جبت 3 يمين وواحده شمال، هنا جبت ايزوبروبايل جروب على اليمين وميثيل جروب على الشمال، تمام؟ ده خلى برضو انواع الايثرز دي تختلف، وبالتالي الكيميكال رياكشنز بتاعتها هتختلف، وبالتالي الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها هتختلف. نفس الكلام برضو لو جبت انواع الامينز دي، دايثايلامين او الميثايل بروبايلامين او الميثايل ايزوبروبايلامين، برضو الحاجات دي مختلفه في الخصائص الفيزيائيه بتاعتهم عشان هم متصلين بذره محوريه، قلنا عليهم الايه؟ الميتامرز بكل بساطه. طيب النوع الثالث البوزيشنال ايزومرزم. بوزيشنال يعني البوزيشن، البوزيشن بتاع ايه بقى؟ بتاع الفانكشنال جروب بتاعتهم. يعني كل دول هتلاقيهم نفس الفانكشنال جروب اللي هي مثلا الكحولز، الاو اتش بتاعتها هي موجوده هنا تيرمينال ومره موجوده هنا ايه؟ في السنتر. ده نوع من انواع الالكحولز يختلف عن ده، البويلنج بوينت بتاعتهم زي ما احنا شايفين طبعا ايه؟ مختلفه تماما، فده نوع اسمه ايه؟ بوزيشنال. برضو بيعتبروا الداي سبستيتد بنزينز من نفس انواع الايه؟ البوزيشنال ايزومرزم. طيب جينا للنوع اللي هو الرابع الفانكشنال ايزومرزم، ايه الفرق بينه وبين اللي فات؟ قال لي ببساطه شديده هو برضو نفس الموليكيول بس بيختلفوا في الفانكشنال جروب نفسها. يعني اللي فات كانوا بيختلفوا في ايه؟ في البوزيشن بتاع الفانكشنال جروب، هم كلهم نفس الفانكشنال جروبس، لكن هنا الفانكشنال جروب نفسها مختلفه. تعالى كده، ده الكحول وده ايثر، لكن لو عديت هنا الاتومز هنا وهنا هتلاقيهم نفس العدد بالظبط، تمام؟ البويلنج بوينت مالها؟ طبعا مختلفه، يعني خصائص فيزيائيه مختلفه. تعالى كده دخل كيميكال رياكشن الكحول والايثر، ده غير ده خالص في الكيميكال رياكشنز بتاعها، تمام؟ فده نوع اسمه الفانكشنال ايزومرزم. طيب جينا بعد كده برضو نفس القصه، ده كيتون، ده الدهايد، وده كده نوع من انواع الايثرز. برضو الثلاثه دول لو عديت الذرات في اي واحد من دول هتلاقيهم متشابهين بالظبط، عشان كده دول كونستيتيوشنال او ستراكشرال تحت الايه؟ تحت السبتايتل ده. كذلك برضو الفيزيكال بروبرتيز بتاعتهم مختلفه. التوتومرزم بقى ده نوع برضو من انواع الكونستيتيوشنال ايزومرز، هو بيقول لي ده يعتبر ناس بتعتبره سبيشال تايب من الفانكشنال ايزومرزم، لان هو يعتبر اصلا برضو مجموعه وظيفيه هتتغير، بس الفرق بينها وبين اللي فات بقى هي ليه مش فانكشنال ما راحتش جنبهم؟ ليه؟ ان دي نفس الموليكيول. فببساطه شديده قال لي في اكزامبل مثلا اسمه الكيتو انول، طبعا دي انواع كتير هنقول بس تو اكزامبل كده عشان نتعرف عليهم. كيتو انول توتوميرزم بيقول لي مثلا لو انت بصيت على الموليكيول ده، ده نفس الموليكيول. ببساطه شديده الناس بتوع الكيمستري عارفين ان هنا في لون بير بتهاجم الهيدروجينه، تمام؟ تتحول لو اتش. طيب والبوند بتاعت الهيدروجين دي تنزل تعمل هنا دبل بوند. ببساطه بقى عشان الناس مش بتوع الكيمستري، هم بيحصل تبادل ما بين الكيتو كيتون جروب، تمام؟ والاين الكين والكحول فيسموه اينول، بيدلعوه كده يعني ياخد حرف كل حته من كل كلمه كده، تمام؟ الكيتو اينول ده 1 موليكيول ولا 2 موليكيولز؟ 1 موليكيول، فعشان كده قالوا عليه ده توتوميرزم، هو نفس المركب، حتى انت لما تيجي تعمل له بقى داتا سبكترال داتا ساعات يظهر لك هنا على انه ايه؟ الشكل ده، وساعات يظهر لك بالشكل ده، فتلاقي ساعات الاو اتش تظهر وساعات ما تظهرش في البروتون مثلا النمار وهكذا. طيب النوع برضو اللي هو من ضمن التوتوميرزم هو الامايدو ايميدول توتوميرزم. طيب ببساطه شديده برضو احنا عندنا ال ان اتش سي دبل بوند او دي اسمها الامايد، والمجموعه الثانيه دي اسمها الايميد اللي هي ال ان دبل بوند سي، والسي او اتش دي اسمها الكحول فسموه ايميدول الكحول، تمام؟ برضو نفس الكلام
الاتش بتيجي على الاو والدبل بوند بتنزل هنا تعمل دبل بوند، هو نفس تقريبا اللي احنا قلناه في الايه في اللي فات، بس نوع مختلف من انواع الايه التوتوميريزم. طيب بعد التوتوميريزم هنتكلم عن الاستيريو ايزوميريزم. الاستيريو ايزوميريزم ببساطه بيقول لي دي بقى الايزومرز فيها نفس المولكيولار فورمولا، بس الاتومز بتاعتهم كانوا فات كونكتد ان ديفرنت اوردر، هنا كونكتد ان ذا سيم اوردر ذا سيم سيكونس. تمام، ده الفرق الاساسي ما بين الاستيريو وما بين مين الاستراكشرال او الايه او الكونستيتيوشنال. لكن بيقول لي بيختلفوا في ايه بقى الارنجمنت اوف اتومز ان سبيس، هي بقى هنبدا نتكلم عن الشغل الفراغي وشغل السبيس اللي هو زي بالظبط ما اتكلمنا في السليدومايت. طيب ببساطه شديده بيقول لي هنا هنتكلم عن تو تايبس، في نوع اسمه كونفورميشنال ونوع تاني اسمه كونفيجريشنال. طب الكونفورميشنال برضو متعلقه بالتركيب، انما الكونفيجريشنال دي متعلقه بالاتجاهات وهنتكلم فيها عن جيومتريكال واوبتيكال. تمام، طيب النوع الاولاني هو الكونفورميشنال ايزومرزم. بيقول لي الكونفورميشنال ايزومرزم احنا قلنا ان المركب هيبدا يتحرك، طب ايه اللي هيخلي المركب ياخد في حاجه اسمها فري روتيشن ويتحرك؟ قال لي عندك حاجه من الاثنين، يا اما يكون عندك سنجل بوند، يا اما يكون عندك سايكل استراكشر ويعمل حاجه اسمها فليبنج يعني برضو يتحرك. هنفهم الكلام دلوقتي. طب اشمعنى السنجل بوند؟ ببساطه شديده لو جينا بصونا على الكربون كربون دي، طبعا عشان الناس بس تفتكر كده، اي كربون محتاجه كام بوند؟ 4 بوندز عشان هي الفالنس بتاعتها 4، فادي 1 2 3 4. سي مثلا البوند ما بين الكربون والكربون دي لما تبقى سنجل، زي حضرتك لما تمسك واحد زميلك بايد واحده فتعرف تلف حواليه بسهوله، صح؟ لكن لو مسكته بايدكم الاثنين كده لا، الحركه هتبقى مقيده شويه. دايما الدبل بوند او التريبل بوند او البوندز اللي هي مش سنجل بتخلي الحركه تقيد، تمام؟ لكن البوند لما بتبقى سنجل بتخلي الروتيشن سهل. تمام، طيب ببساطه شديده دي كربون، تمام، السودا دي والابيض ده هيدروجين. الكربون دي ماسكه 1 2 3، الرابعه فين؟ ماسكه بالكربونه الثانيه اهي، كله شايف الشكل. طيب لو انت بصيت على الكربون دي من عندك كده، الكربون دي انت شايف الكربون اللي وراها؟ مش باينه، صح؟ طب شايف الهيدروجين دي طبعا، صح؟ شايف الهيدروجين اللي وراها؟ لا. طب لو حبينا نرسم الشكل ده هنا عندنا على البورد هنرسمه ازاي؟ هنرسم كربونه واللي وراها مش باينه، هنرسم هيدروجينه واللي وراها مش باينه، وهنقول الاثنين دول اكليبسد على بعض، مكلبسين على بعض، صح؟ ببساطه شديده هيظهر لي الشكل ده، واحد اسمه نيومان هو اللي حاول يرسمهم، ظهر الشكل اللي على اليمين ده، هو ده اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. علامه المرسيدس دي الكربونه اللي قدام دي، وادي الثلاث هيدروجينات اللي عليها، اللي ورا عشان هي مش باينه عملها دايره، تمام؟ وبعدين قال برضو هي عليها ثلاث هيدروجينات، بس زي ما احنا شايفين الهيدروجينات كلها عامله ايه؟ اكليبسنج على بعض، فده شكل اسمه اكليبسد. ادي اللي قدام اللي وراها مستخبيه، الاتش دي فوق اللي وراها وهكذا. طيب مش ممكن بقى عشان في سنجل بوند يحصل الروتيشن ده، هيحصل ايه بقى؟ قال لي الكربون دي ممكن تيجي كده. بص كده اللي حصل ايه؟ اصبحت دلوقتي كل هيدروجينه في منتصف المسافه ما بين كل هيدروجينتين قدام. هو ليه حصل ده؟ ببساطه شديده كل ذره من دول فيها الكترونز، يعني ليها حاجه اسمها سحابه الكترونيه. السحابه الالكترونيه موجوده هنا في نفس مستوى السحابه الالكترونيه بتاعت دي، كذلك دي في نفس المستوى، يعني هنا في الكترونات بتتخانق. دايما الذرات زي البني ادمين بالظبط، مش بيحبوا الخناق. انت دلوقتي لو انت قاعده جنب حد وكرسي ضيق وقاعدين تزقوا ببعض، تمام؟ كل واحده منكم هتروح تقعد في مكان طالما في وسع. هو بقى الكربون هنا والهيدروجينات بيدوروا على الوسع، بيدوروا ازاي؟ تيجي كده. طب ليه ما كملتش؟ ما هي لو كملت هترجع تاني اكليبسد، صح؟ فتقوم جايه كده في منتصف المساواه تقول بس كده كل واحده مننا واخده المجال قدر الامكان، مفيش حد تاني بايه؟ بيحاربها فيه. تمام؟ سموا ايه الشكل ده بقى؟ حضرتك لو بصيت من قدام الكربونه برده مستخبيه وراها الكربونه الثانيه. لكن الهيدروجينه مفيش وراها حد. الهيدروجين دي باينه اهي عشان هي برده قدامها مفيش حد، صح؟ فبالتالي يظهر لك الشكل الاولاني اللي سميناه ايه؟ ستاجرد. بص كده ادي اللي قدام عليها الثلاث هيدروجينات، وادي اللي ورا اهي عليها الثلاث هيدروجينات، صح؟ ده الشكل اسمه ايه؟ ستاجرد. يبقى الستاجرد هو المور ستيبل ولا الاكليبسد هو اللي مور ستيبل؟ ستاجرد. ليه؟ عشان خاطر هو الموست انرجيتك ولا الليست انرجيتك؟ ليست انرجيتك. دايما الانرجي عكس الايه؟ الاستابيلتي طبعا زي ما احنا عارفين. طيب ده اسمه نيومان بروجكشن. هنتكلم بقى عن الروتيشن اراوند سنجل بوند كنوع من انواع الايه الاستيريو ايزومرزم اللي هو بيعمل الروتيشن فري روتيشن اللي قلنا عليه. هنتكلم بس عن الاشكال اللي احنا بنرسم بيها المركبات عشان الكلام ده هنحتاجه دلوقتي ان شاء الله في الشغل بتاعنا. ده اسمه حاجه اسمها سو هورس، بيقول كده، بيقول لك ادي كربونه وادي كربونه ثانيه، بيعملها بميل كده الاثنين دول لو ورا بعض، ده كده الايه الاكليبسد. لو لفوا كده زي ما اتكلمنا بالظبط بس بجنب هيبقوا ايه ستاجرد بكل بساطه. طيب اللي بعدها لسه متكلمين عنها دلوقتي، بس هو راح مزود قال لي يعني مش لازم يكونوا هيدروجينات، تعالى كده نحط بدل هيدروجينه من كل واحده من دول هشيل دي واحط مثل، وهشيل دي واحط مثل جروب، فهيديني المنظر ده. دي الكربونه عليها اثنين هيدروجين وواحده ايه سي اتش 3، برضو اللي وراها نفس الكلام، تمام؟ طيب حضرتك لو انت باصص كده من قدام مش دول كده اكليبسد؟ طيب الاكليبسد اهي، عندك دي اكليبسد وعندك دي اكليبسد،
في فرق بينهم؟ مفيش حاجة، هو هنا بس الاثنين مثل كانوا ورا بعض، هنا لفت واحدة من المثل راحت على الهيدروجين، يعني بص ده إكليبست صح؟ وده برضو إكليبست. في مشكلة؟ بس الفرق بقى مين المور ستيبل عن التاني شوية؟ لو احنا حابين نسأل في الاثنين أكيد ده أحسن أفضل، لأن المثل هنا بتحاربها هيدروجينة أو بتتخانق مع هيدروجينة، غير لما يكونوا اثنين مثل بيتخانقوا مع بعض، صح كده؟ طيب إنما بقى جينا في اللي هو الاستاجرد لقينا في شكلين، شكل اسمه أنتي وشكل تاني اسمه جوتش. إيه بقى الأنتي؟ قال لي احنا اتفقنا دلوقتي ان الاستاجرد كل واحده تبعد عن الثانيه، فممكن المثل دي تيجي عكس المثل دي خالص، بعدت عنها تماما وبرده كل واحده في منتصف المسافه مع اللي ايه مع اللي وراها. تخيلين المنظر تمام، ده اسمه انتي عشان الاثنين بص ابعد عن الشر وغني له، بعدوا عن بعض جدا. ممكن يرخموا على بعض شويه يبقوا برده استاجرد بس يجوا كده، اه ماشي دي ليها المجال بتاعها ودي ليها المجال بتاعها، بس برده في ايه في قرب، القرب ده برضه عامل بعض الايه الانتر اكشنز اللي ما بينهم، بنسمي السترينز دي او الخناقات دي بيسموها تورشنال سترين. ايه تورشنال سترين؟ ان يكون في خناقه ما بين الكترونات الاوربيتالز بتاعه الاتومز اللي مش مشتركين على نفس الاتوم. يعني ايه دي ودي مشتركين على الاتوم واحده؟ لا ده دي في اتوم ودي اتوم ثاني، بس الفكره ان في مجال هما الاثنين بي ايه بيتخانقوا عليه. تمام. طيب الشكل الثالث ده مهم قوي نركز فيه، اسمه فلاينج ويدج. ايه فلاينج ويدج ده؟ ببساطة شديدة قال لي لما تيجي ترسم احنا اتفقنا دلوقتي الكربون مالها 3 دايمنشنز صح؟ طيب 3 دايمنشنز قال لك لما تيجي اعتبر ايدي دي الصفحة وانا هحط الذرة دي كده ايه على الصفحة. تمام؟ لو جيت تشوف بقى على الصفحة كده هتلاقي دي على البلين ودي على البلين، بنعملها بمنظر الخط ده، شايفين الخط؟ دي على البلين، دايما هتلاقي اتنين بونز على البلين، وهتلاقي واحدة مظللة دي اباف البلين اللي هي طالعة لبره الصفحة، اللي هي مين؟ اللي هي الرصاصي طالعة لك بره دي، شايفينها؟ في واحدة تحت الصفحة عندي دي بلول بلين، بيدوها ايه بقى؟ بيدوها الشكل المشرد ده اللي هو ده البلول بلين، اتفقنا؟ يبقى انت اول ما تشوف المظلل ده تعرف ان هو اباف البلين، دي اللي طالعه في وشك من الصفحة. لما تشوف اللي هو الخطوط تعرف ان دي ايه؟ على البلين على الصفحة. دايما بيكونوا كام واحدة من الأربعة؟ اتنين، وفي واحدة مشرطة دي اللي هي تحت البلين اللي هي بتبص لورا. تمام؟ طيب الشكل اللي بعد كده بيقول لي فيشر بروجكشن. مين فيشر ده بقى؟ فيشر دون هو شكل الكروس، لما تشوف كروس كده دي معناها ان في كربونه في النص ومتصل عليها طبعا ايه الاربع ذرات بتوعها. فيشر ده في الحقيقه هو نفس الشكل ده، بيسموه هاجنج بوليكيول، يعني كانه بيحضنك. لما تشوف فيشر كده هو حقيقته مش كده، هو حقيقته ان الاثنين الهوريزونتال دول باصين لقدام ودول عاملين لورا كده، شايفين المنظر ده؟ مخش بنفسه كده. تمام؟ فدايما الاثنين الهوريزونتال الكلام ده مهم جدا بيبقوا فين؟ بيحضنوك لقدام، انما الاثنين الفيرتيكال بيبصوا فين؟ تحت الايه البلين، يعني مفيش حد منه اصلا على البلين، مفيش ولا بوند من دول موجود على البلين، كلهم يا اما فوق يا اما ايه تحت، الهوريزونتال فوق والفيرتيكال تحت. طيب النوع الثاني بقى اسمه الفليبنج اوف سايكليك ستراكشرز. ايه بقى الفليبنج اوف سايكليك ستراكشرز ويحصل ليه؟ انا هتكلم عن تو سايكليك ستراكشرز، واحد اسمه السايكلوبنتان وواحد اسمه السايكلوهكسان. طيب ببساطه شديده السايكلوبنتان ده الخمس ذرات بتاعته موجوده على البلين، ده المنظر بتاعه لو حبينا نبص له، ادي الخمسه هم 2 3 4 5 وكل كربونه برده عليها اربعه مرتبطه باثنين كربون وفي اثنين هيدروجين بيكملوا الايه الرابط بتاعتها. طيب الشكل ده في كام اتوم بيتخانقوا في المجال؟ خمسه موجودين على نفس المجال صح بهيدروجيناتهم بحاجتهم كلها. طيب بص كده اللي هيحصل ايه في السايكلوبنتان. السايكلوبنتان قال لي بيعمل حاجه اسمها بنت اور انفلوب ستراكشر، يعني ايه؟ هو بيحاول يقلل شويه السترين اللي حاصل ده، فبتقوم ذره منهم كده تطلع لفوق، بدل ما كانوا الخمسه في نفس المجال بقوا كام؟ اربعه. اللي خادم بقى السايكلوبنتان ايه؟ ان حضرتك لما تيجي تبص على السايكليك ستراكشر بص مش نفس المستوى صح؟ جايين بميل كده، يعني مش ورا بعض على طول، فلما حضرتك تبص لهم من هنا تلاقي الاتوم دي في فراغ شويه وراها صح؟ والاتوم دي باينه لك شويه من قدام. مظبوط؟ تمام. دي راحت بهيدروجيناتها فوق، فاصبح كده المجال بتاعها ماله؟ عملت زي الانفلوب، زي الظرف، شوف كده لما تيجي تطبق الظرف كده هو ده الايه؟ الغطا بتاع الظرف. وكل اتوم من دول بدل ما كانوا خمسه تحت في البلين اصبحوا كام؟ اربعه، اللي خدمهم ان دي ودي مش على نفس المستوى، قل شويه الاسترين اللي موجود فين؟ في السايكلوبنتان، وهو ده اللي قلل حاجه اسمها التورشنال سترين. اتفقنا؟ ده شكل بيعمله السايكلوبنتان اسمه البنت اور الانفلوب ستراكشر. طيب نيجي بقى للسايكلوهكسان. السايكلوهكسان هم ست كربونات طبعا هم، تمام؟ ده بيعمل ازاي بقى؟ بيعمل اشكاله ازاي؟ الكونفورميشنز بتاعت السايكلوهكسان في شكل اسمه تشير. نفس الكلام مش هنتكلم كتير، السته دول موجودين في نفس البلين عايزين يقللوا الايه التورشنال سترين، تيجي اللي فوق دي وتيجي الناحيه دي تعمل تحت، عارفين الشازلونج بتاع البحر ده الكرسي وده المسند وده البتاع اللي تحت الرجل، فاهمين؟
بدل ما كانوا 6 في نفس البلين اصبح دلوقتي كام واحده في البلين؟ 4، وفي واحده بقت فوق وواحده بقت ايه؟ تحت. هو ده الشكل التشير اللي مرسوم قدامك، تمام؟ ادي الاتوم اللي طلعت فوق، وادي اللي نزلت تحت، وادي الاربعه اللي موجودين في نفس الايه؟ في نفس المجال. طب لو انتوا بصيتوا لهم من هنا، كربونه دي في حد وراها؟ مفيش، صح؟ كربونه دي اللي قدام، دي اللي انت شايفها من فوق، في حد قدامها؟ انما الاربعه دول مالهم؟ ورا بعض. تعالوا كده نرسمهم بالنيومان بروجكشن عشان نعرف شكلهم عامل ازاي. بص كده، كربونه دي اللي فوق واللي تحت اللي مفيش حد وراهم، دي اللي تحت ودي فين؟ اللي فوق، تمام؟ مش دول ورا بعض ودول ورا بعض، هم دول بقى الاثنين اللي على اليمين والاثنين اللي على الشمال، تمام؟ بس الشكل التوتال بتاع الاستراكشر نوعه ايه؟ ستاجرد، والاستاجرد ده هو المور ستيبل في نيومان بروجكشن، تمام؟ يبقى كده التشير فورم اللي بيكونه السايكل هيكسان بيديني نيومان بروجكشن شكله ايه؟ ستاجرد، وبالتالي هو مور ستيبل. الشكل الثاني بقى اللي بيعمله، بدل ما الاثنين كل واحده منهم راحت في حته، الاثنين بيجوا فوق قدام بعض، تمام؟ فبيعملوا حاجه اسمها البوت فورم. ايه البوت فورم بقى؟ بدل ما واحده فوق وواحده تحت، واحده طلعت فوق والثانيه طلعت فوق، بقى قدام بعض. لو انت بصيت له من على الجنب كده، الاربعه دول موجودين في نفس المجال، صح؟ لكن الاثنين دول مالهم؟ في وش بعض. شايفين ايه اللي بيحصل؟ قربوا لبعض قوي، صح؟ وبعدين بيعملوا ايه بقى؟ خناقه، في هنا خناقه بتحصل بين الاثنين دول، عشان كده البوت فورم ده مش ستيبل، لان في تورشن سترين عالي. لو جينا نرسمه بقى بالشكل اللي هو نيومان بروجكشن، انت ممكن ترسمه من عندك، دي وراها دي، دي وراها دي، دي وراها دي، مفيش ولا واحده اصلا لوحدها، وبالتالي هو عامل الايه؟ الاكليبسد فورم، تمام؟ يبقى مين المور ستيبل، التشير فورم ولا البوت فورم؟ التشير فورم. يبقى كده السايكل هيكسان موجود في كام شكل؟ 2 ولا 3؟ هو 3 مبدئيا، اللي هو الشكل العادي، صح؟ وشكل التشير، صح؟ وبعدين الشكل اللي هو مين؟ البوت، تمام؟ هنرسم بقى كده دايجرام بسيط يقول لنا مين احسن من مين. ببساطه شديده دي الانرجي، كل ما الانرجي تقل كل ما الستيب بتاعت الموليكيول مالها هتزيد. لو جينا كده شفنا التشير فورم، سواء ده او ده ما فرقتش، يعني مره الاتوم دي طلعت مسند ومره عكست، المسند بقى من الناحيه الثانيه، تمام؟ دايما التشير فورم هو الليست انرجيتك، يعني هو الموست ستيبل. لو جينا بقى نشوف البوت فورم فين؟ البوت فورم اهو. ايه ده؟ هو في حد كمان اكتر من البوت فورم؟ قال لي اه، مش ممكن حاجه تبقى اسمها هاف تشير؟ بدل ما الكرسي ده كان ليه فوق وتحت، يبقى هيفضل كده الخمسه في اتجاه وواحده بس تطلع فوق؟ ده كده اسمه هاف تشير، مش شازلونج، يعني كرسي كده ليه مسند بس، تمام؟ الهاف تشير ده يا جماعه لقوه ان الانرجي بتاعته اكتر من البوت فورم، تمام؟ طب مين بقى اللي هو افضل من البوت شويه؟ قال لي مش انت دلوقتي قاعد تقول البوت فورم دون قاعدين بيعملوا كده مع بعض؟ فعشان يهربوا من القصه دي بيقوموا واخدين جنب شويه. شايفين اللي حصل ده؟ هو ده الشكل اللي مرسوم، اللي هو اسمه تويست بوت، عمل كده تويست. التويست ده هدفه ايه؟ هدفه ان يبعد الكربونتين اللي هم كانوا في وش بعض دول، بيعملوا تورشن سترين عن بعض فييجوا بالمنظر ده. تمام؟ طيب. يبقى ببساطه شير فورم هو الموست ستيبل، البوت فورم هو مش هنقول الليست ستيبل، بس هو في الاستراكشرز المشهوره يعتبر هو الاقل ستابيليتي. طيب الرسمه دي ببساطه كده بتبين التشير والبوت. التشير دايما موجود فين؟ تحطه في البحر ولا تحطه بره على الارض على الرمله؟ عشان كده هو ستيبل، صح؟ لكن اللي ماشي بمركب جوه ده البوت فورم بتاع السايكل هيكسان، ممكن يغرق ولا لا؟ ممكن يغرق، يبقى هو انستيبل. شغل كرتون اهو عشان محدش ينسى خالص، تمام؟ طيب نيجي بعد كده نتكلم عن الكونفورميشنز اوف مونو سبستيوت سايكل هيكسان. مش هنقول حاجه جديده، هو نفس الكلام تقريبا، بس قال لي السايكل هيكسان ده اللي انت رسمته دلوقتي ممكن نحط فيه مجموعه ميثل، بدل ما كلهم هيدروجينات ممكن اشيل ميثل من دي كده واحطها مكان واحده من دي. شايف الشكل ده؟ هو سايكل هيكسان، مفيش حاجه، شلت بس هيدروجين وحطيت مجموعه ايه؟ ميثل جروب. فبيقول لي دايما بيحصل حاجه اسمها داي اكسل انتر اكشن، اللي هو ايه؟ الميثل جروب اللي في رقم واحد دايما بنقول الهيدروجينه اللي واخده عمودي على الذره كده، او اي اتوم ماسكه عمودي على الذره اسمها اكزيال، واللي جايبه بجنب كده اسمها ايه؟ ايكواتوريال. طب تعال نشوف هنا كده مين الاكزيال؟ دي العمودي، مين الايكواتوريال اللي بجنب؟ فقال لي الميسايل دي لو كانت موجوده اكزيال في رقم واحد بتعمل داي اكزيال انتر اكشن مع الهيدروجينتين اللي موجوده في رقم كام وكام؟ 3 وكام؟ و5. طب هي عشان تهرب من الكلام ده بتعكس، تيجي هي ايكواتوريال والايكواتوريال هيدروجين تيجي هي الايه؟ الاكزيال، تعمل المنظر ده اهي. هنا كان في داي اكزيال انتر اكشن، راح اتعكست، بدل ما ده كان المسند وده القعده بتاعت الكرسي، راح نزلت دي بقت الايه؟ القعده بتاعت الكرسي، والمسند طلع من هنا. بدلت، بدل ما كانت الكربونه او الميثيل دي اكزيال بقت موجوده هنا ايه؟ ايكواتوريال، والهيدروجين هي اللي بقت اكزيال، بقى هنا بقى الهيدروجين مع الهيدروجينات اريح طبعا من الميثيل مع الايه؟ مع الهيدروجينات. تمام؟ اللي هو ببساطه شديده ده اللي تشير فورم اهو، تمام؟ دي لفوق مثلا ودي لتحت. فالميثيل جروب كده لو هي موجوده اكزيال بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، بتعمل داي اكزيال مع 3 و5.
فعشان خاطر تريح القصه دي بتقوم هي نازله ايه تحت ودي تطلع فوق، بيبدلوا مع بعض بس اللي قدام ورا واللي ورا ايه قدام، فبتتحول من اكزل الى ايه الى ايكواتوريال بكل بساطه. طيب ده تقريبا نفس التطبيق اللي فات، يعني ما قلناش فيه حاجه جديده، بس احنا بدلنا مكان هيدروجين حطينا ايه ميثيل جروب. هنتكلم بقى عن ايه الكونفيجريشنال ايزومرزم. من هنا يبدا الكلام المهم شويه، اللي فات ده كله بس مجرد بناخد فكره عن الايه عن الاشكال الثانيه من الايزومرزم. الكونفيجريشنال في نوع كده اسمه جيومتريكال ايزومرزم، ببساطه شديده ده اللي خاص بايه يا اما الكينز يا اما سايكليك ستراكشرز. تسمعوا طبعا عن السيز والترانس، تمام؟ السيز سيز بتزد كده صح، فالسيز اسمها زد، تمام؟ يبقى سيز او زد الاثنين نفس الحاجه عشان ما تنساهاش، انما الترانس هي الايه خلاص، الترانس مش بتزد، محدش يقول لي ترانس ويقعد يعمل كده، تمام؟ طيب السيز او الزد والترانس والاي دول الشكلين بتوع الجيومتريكال ايه ايزومرزم. طب ببساطه شديده في قاعده اسمها البريوريتي رول هنستخدمها في كل اللي جاي. ايه البريوريتي دي؟ بيعملوها حسب الاتوميك نمبر بتاع الاتومز. فجي قال لي ببساطه شديده عشان خاطر نحفظها، الهالايدز هم اول اربعه، نحفظهم ازاي؟ الاي دي بتاعت رقم واحد، حرف البي في الحروف بيصبح حرف الايه السي، وبعد كده اخر واحد طبعا في الحروف مين الاف. ده ترتيب الهالايدز، يبقى الاي بعد كده البي ار بعد كده السي ال بعد كده الاف، بعد كده عندك الان والاو والسي. طب نحفظهم ازاي؟ دي دايما الاو قبل الان فنقول عليها اون، اون مش نو، مفيش نو هنا في البريوريتي، تمام؟ اون يبقى الاو قبل الان، وبعد كده طبعا السي والايه والاتش، يبقى الهالايدز حفظناهم بعد كده بنقول اون سي اتش، تمام؟ ده كده ترتيب الايه ترتيب الاتومز حسب قاعده البريوريتي. انا رتبتهم ازاي؟ لو انت شفت الاتوميك نمبر بتاع كل واحد من دول هتلاقيه اعلى من اللي بعديه، تمام؟ ده كده من الكبير للصغير. ليه بحفظ البريوريتي؟ عشان خاطر لما يجي لي الكين زي ده ويقول لي اعمل الكونفيجريشن بتاعه. طب ده جيومتريكال ايزومرزم، اعمل له ازاي الكونفيجريشن؟ ببساطه شديده باجي للكربونتين دول واقول لك اقسم الكربونتين عن بعض، اقسم مش افصل. انت لو عملت كده انت فصلت الدبل بوند عن بعض صح، لكن اقسم يعني اعمل كده، اكسرها، اكسر الدبل بوند، اعمل حيطه بين الكربونتين، اصبحت دلوقتي اليمين مش شايفه الشمال ولا الشمال شايفه اليمين، اتعامل مع كل واحده كانها قايمه بذاتها ملهاش دعوه بالثانيه. يعني لو عملت كده هتبقى الكربون دي لوحدها صح. طيب اطبق البريوريتي، هي عليها ميثيل وعليها ايه هيدروجين، مين فيهم تكسب؟ الميثيل صح، اعمل سهم من حيطه. طب تعالى الناحيه الثانيه بقى، الكربون دي لوحدها برضو عليها ميثيل وعليها هيدروجين، مين تكسب؟ الميثيل، اعمل سهم من حيطه. الاثنين في نفس الاتجاه، هو ده على طول السيز، سهله. طب نشوف اللي بعدها، جالك ده نفس الكلام، هقوم قاسم برضو ما بين الايه ما بين الكربونتين، الكربونه دي هنا الناحيه دي، الميثيل فوق هي اللي تكسب، يبقى في سهم ناحيتها. الناحيه الثانيه الميثيل ولا هيدروجين؟ الميثيل تكسب. السهمين عكس بعض، يبقى دي على طول هي دي الترانس. فالسيز لما يكون المجموعتين اللي ليهم هاير بريوريتي موجودين في نفس الاتجاه، انما الترانس لما يكون المجموعتين اللي ليهم هاير بريوريتي موجودين في اتجاهين ايه معاكسين عن بعض. طيب نصعبها شويه، جالي ده كربونه دي الناحيه دي عليها السي او اتش وعليها الاتش، باينه قوي طبعا ان الكربون سي او اتش دي كلها هتسبق الايه الهيدروجين. طب انت بتبص لمين؟ بص لكله؟ لا، في قاعده مهمه قوي قوي هنحتاجها دلوقتي حالا اسمها الايه العبره بالكونكشن، هي نص عربي ونص انجليزي عشان اللي عاملينها اصلا اشتراك كده بين هنا وهناك يعني، تمام؟ بيقولوا فيها ايه؟ بيقولوا الكربونه دي دلوقتي متصله على هيدروجينه، هنا متصله على كربون، مين يكسب في البريوريتي؟ الكربون، خلاص ما تدورش على اللي بعد كده، يبقى قول على طول اللي فوق ده هو اللي يكسب على طول. طب تعالى الناحيه الثانيه نطبقها، هنا في سي وهنا في اتش، مين اللي يكسب؟ السي، يبقى على طول برده ده اللي يكسب. الاثنين في نفس الاتجاه زد، هما ليه قالوا زد؟ برده الناس بتوع الكيمستري يقول لك السيز بيقولوها لما يكون المجموعتين سيميلر، او ترانس لما يكونوا برده سيميلر اتجاهين مختلفين، انما الزد والاي يقولوها لما يكون المجموعات بقى ايه مختلفين عن بعض، تمام؟ طيب اللي بعدها دي هفصل كربونه دي عليها سي ال وبي ار، البي ار تكسب طبعا، تمام؟ الناحيه الثانيه الاي ولا الاف؟ الاي تكسب، اثنين في اتجاهين معاكسين، يبقى ده اسمه ايه على طول؟ اي. طيب اخر اكزامبل، السي اللي على الشمال البي ار تكسب السي ال طبعا عشان الحروف، وبعد كده اليمين الاي رقم واحد، الاثنين في نفس الاتجاه، يبقى ده برده ايه؟ زد، تمام؟ طيب نصعبها شويه، شلنا الالوان بقى عشان الالوان كانت مميزه. نيجي نشوف هنا الكربونه اللي على الشمال دي، ايه ده عليها سي وعليها سي، ده تساوي كده مع بعض. بص على اللي بعديه، ده هنا فيها او وهنا فيها طبعا او، ده الالدهايد يا جماعه، يعني بترسم سي دبل بوند او اتش وده سي دبل بوند او اتش، تمام؟ طب هنا او برده وهنا او، بص على اللي بعدها او تاني لكن هنا ايه اتش، يبقى مين اللي كسب؟ اللي فوق. خلاص احنا ماشيين بالكونكشن واحده واحده، نشطب من هنا من هنا المتشابه ونشوف اللي بعديه مين اللي يكسب. طيب الناحيه الثانيه دي ماسكه بسي ودي ماسكه بايه؟ بأو، بر فيها هي كبيره عندي، لكن لا دي اللي تكسب عشان هنا كونكتد بالاو انما كونكتد بالسي، على طول الاو هي اللي تكسب، فهمت؟ طيب الشكل ده على طول طبعا عندي اسمه ايه؟ اي. طيب اللي بعدها نفس القصه، هاجي على الكربونه اللي على الشمال عليها سي واتش وعليها، طب يلا سي وسي، او 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 اتش وسي اتش 3، مين يكسب؟ يبقى اللي تحت، تمام؟ هنا هلاقي ايه؟ او او سي اتش 3 اتش، يبقى اللي فوق هنا اللي يكسب على طول،
تمام. ده كده على طول اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بكل بساطه اي الكين يجي لك تعرف تعمل له الايه؟ السيس ترانس ايزومرزم او الاي والزد ايزومرزم. الاوبتيكال ايزومرزم بقى ده الكلام المهم، ده هو الشغل اللي كل اللي ماشي عليه اصلا، كل اللي احنا بنقوله ده عشان نوصل للجزء ده. اوبتيكال ايزومرزم من اسمها كده ضوئي. طب ايه موضوع النشاط الضوئي بتاع المركبات دون او ليه سموها كده؟ ببساطه شديده بيقول لي بعض الاورجانيك مولكيولز بتعرف تلف حاجه اسمها بلين بولارايزد لايت. ليه سموه بلين بولارايزد لايت؟ الضوء اللي طالع من اللمبه ده راح كل الاتجاهات منور الهول، تمام. طيب انا دلوقتي لو عايز اعديه على مركب معين واقول المركب ده له نشاط ضوئي، يعني نشاط ضوئي يعني بيلف الضوء. طب بيلف يمين ولا شمال؟ ما تفرقش، اهم حاجه انه يلفه، تمام. عشان تعرف ان هو بيلف ولا لا لازم من الاول اديله الضوء في اتجاه واحد، يعني عشان هو يا اما يلف يمين يا اما يلف ايه شمال، بدل هو في كل الاتجاهات انا مش شايف هو بيلف ولا لا، تمام. فقال لي لو قدر يلف البلين بولارايز لايت هنطلق على المركب ده اوبتيكالي اكتيف، نشط ضوئيا. طب بنستخدم جهاز اسمه ايه؟ اسمه بولاريمتر. طب البولاريمتر ده بكل بساطه عباره عن ايه؟ ده عباره عن بنجيب اللايت سورس اللي هو زي ده وبن الضوء بتاعه طالع في كل الاتجاهات، بعديها حاجه اسمها بولارايزر عشان اخد منه ايه؟ الضوء في اتجاه واحد. الانبوبه دي هي السامبل تيوب، بحط جواها السامبل بتاعي اللي انا عايز اشوف ليه اوبتيكال اكتيفيتي ولا لا، تمام. طبعا بكونسنتريشن معين. بص كده الضوء داخل فيرتيكال طلع ايه؟ تقريبا هوريزونتال، صح؟ انا بقى واقف هنا عند العين دي عند الفيور كده ببص على الايه؟ على الضوء اللي دخلني من هناك فيرتيكال، ده هو لف كده بالنسبه لي ايه؟ يمين، صح؟ او حتى لو لف شمال كده المركب ده له نشاط ضوئي فنقول عليه اوبتيكالي ايه؟ اكتف، عشان هو عارف يلف البلان ايه؟ بولارايز لايت، تمام؟ طيب نفس القصه برضو، هو ده نفس الجهاز، ادي اللايت سورس عديناه كان فيرتيكال لف غير اتجاهه، الاوبزرفر واقف هنا. خد بالك ما تقولش لا البوزيتيف دي يميني ودي شمالي، ما الدنيا هنا بتعكس، انا المفروض انا واقف الناحيه دي، فاللي هيلف كده يميني هيبقى بالنسبه لك انت ايه؟ شمال، تمام. بص انا بعمل كده، ده بالنسبه لك ايه؟ شمال، ده بالنسبه لي يمين، فده كده اليمين وده كده الايه؟ الشمال. بنسمي اليمين ده بوزيتيف والشمال ده بنسميه نيجاتيف. فالمركب اللي بيعرف يلف الضوء يمين بنسميه كلوك وايز، مش يمين ده لو انت لافف يمين كده مع اتجاه عربي الساعه، فنسميه يلف الضوء يمين ده كلوك وايز دايركشن او بوزيتيف دايركشن او الدي سمول مش دي كابيتال، تمام. والعكس صحيح، ان يلف الضوء كاونتر كلوك وايز هو ده النيجاتيف دايركشن او ال سمول. خد بالك ده مختلف تماما عن حاجه اسمها ار واس كونفيجريشن هنتكلم عنها كمان شويه، تمام. يبقى دلوقتي عايزين نقول ببساطه في حاجه اسمها بولاريمتر بنحط فيه الجهاز يطلع ليه اوبتيكال اكتيفيتي ولا لا. ازاي اعرف ان هو اوبتيكال اكتيفيتي؟ ان هو يلف الضوء لف يمين كلوك وايز يبقى هو بوزيتيف او دي سمول، لف شمال يبقى نيجاتيف او ال سمول كاونتر كلوك وايز. في الحالتين هو اوبتيكالي اكتيف. طب لو ما لفش الضوء اوبتيكالي اكتيف على طول، تمام. طيب بيقول لي بقى لما الكومباوند هيلف الضوء ناحيه اليمين كلوك وايز هيبقى بوزيتيف او ديكستر روتاتري اللي هي اختصارها دي، لكن لما يلف ناحيه الشمال هيبقى كاونتر كلوك وايز نيجاتيف او ليفو روتاتري. جينا بعد كده بيقول لي في حاجه اسمها سبيسيفيك روتيشن بيحسبوها على الجهاز دون الفا بين قوسين كده، بيعملوها ازاي؟ بيقول لي ببساطه دي عدد الديجري بتاعت البرنبرز لايت اللي هي الدرجات اللي هيلفها المركب، تمام، حسب الكونسنتريشن اللي انت حاطه. فبيجي يقولوا ايه بقى؟ دي الاوبزرفد روتيشن، انت شفت ان هو عمل روتيشن قد كده اسمها الالفا، وانت حاطط المركب بكونسنتريشن معين، والطول اللي هو ال دي دي اللينس بتاعت التيوب اللي انت كنت حاطط فيها المركب، تمام. طبعا بيحسبوها بالديسيمتر 1 على 10 ملم مش قصتنا. المهم لما نسمع عن حاجه اسمها سبيسيفيك روتيشن نعرف ان دي حاجه بيجيبوها باستخدام الايه؟ الجهاز اللي هو البولاريمتر. طب هو انا بقى هقعد كل ما اشوف للمركب اوبتيكال اكتيفيتي ولا لا، ولا هو ستيريو ايزومر ولا لا، اقعد اشوف الجهاز ده وادخله في الجهاز؟ لا، هنعمل طرق ثانيه تعرفنا المركب ده من غير ما اكشف عليه في الجهاز. طيب عشان نعمل الطرق الثانيه لازم نعرف ايه هي شروط اصلا المركب يبقى كايرال او اوبتيكالي اكتيف. يعني ايه كايرال يا جماعه؟ كلمه كايرال تعني اكتيف، كلمه كايرال تعني ان اكتيف، خلاص. فلما يقول لك ايه هي الكايراليتي معناها الاكتيفيتي بالظبط، تمام. طب هي مش الاكتيفيتي دي او الكايراليتي اللي هتخلي المركب يقدر يدخل في الانبوبه ويلف الضوء يمين او شمال لازم يكون ليه شروط؟ الشروط دي بكل بساطه كام شرط؟ هم ثلاثه، نركز مع بعض بقى. الشرط الاولاني للريكويرمنتس فور اوبتيكال اكتيفيتي او كايراليتي ان يكون عندي اصلا حاجه اسمها كايرال كاربون، خد بالك كاربون مش حاجه ثانيه، وكايرال يعني ايه؟ اكتيف، او بيقولوا عليها ستيريو سنتر، يعني سنتر يخلي المركب ده ايه؟ ستيريو ايزومر. يبقى اول حاجه يكون عندي حاجه اسمها كايرال كاربون او ستيريو سنتر. طب امتى الكربون بتاعتي تبقى كايرال او تبقى ستيريو سنتر؟ ببساطه شديده هم ثلاث شروط. اول حاجه اصلا يكون عندك الكربون اتوم، ماشي. الحاجه الثانيه تبقى اس بي 3 هايبريدايزد. يعني ايه اس بي 3 هايبريدايزد؟ لو انت جمعتهم واحده اس وثلاثه بي يبقوا كام؟ اربعه، تمام؟ يعني عليها اربع روابط احاديه. الحاجه الثالثه تكون اتاتشد لفور ديفرنت جروبز، يعني تبقى الكربون بتاعتي دي ايه؟ اسيمتريك. بص كده الرسمه دي هتلخص لك الكلمتين دول. امتى اقول على الكربون دي ستيريو سنتر؟ كربونه، ادي رقم واحد.
اس بي 3 او عليها 4 احادي 1 2 3 4 حصل. الحاجه الثالثه الاربعه مختلفين تبقى دي على طول ايه؟ ستيريو سنتر. يبقى معنى كده دي كده ايه؟ كايرال سنتر او ستيريو سنتر. لكن هل كده خلاص كفايه؟ لا، لسه في شرطين تانيين اتاكد من عدم وجودهم مش من وجودهم. ايه هم بقى؟ الشرط الاولاني اتاكد من absence of elements of symmetry. ايه elements of symmetry؟ انا هتكلم عن حاجتين، حاجه اسمها plane of symmetry، وده imaginary plane bisect او divide المولكيول نفسه الى two identical mirror image halves. يعني ايه؟ عندي مركب زي ده، زي الوش بتاعك ده، تمام؟ المركب ده لو انت تقدر تقسمه من النص تخيليا كده بخط الى نصين two halves، الاثنين مرايه لبعض زي ما انت بتقسم نفسك كده، يبقى المركب ده active ولا inactive؟ inactive. خلاص؟ طيب بمعنى كده انا عايز absence of plane of symmetry اللي هو الانترنال بلين ايمج. بصوا كده بقى ده على المركبات بتاعتنا. بص كده المركب ده، ده ستيريو سنتر، يلا طبقوها عليها سي اتش وعليها اتش وعليها او اتش، تمام، وعليها مين تحت؟ ما تقوليش بقى عليها السي دي، عليها كل اللي تحت ده. تمام. طيب نفس الكلام هنا في ستيريو سنتر، عليها اتش او اتش وسي او اتش وعليها كل اللي فوق دون. تمام. المركب دون في اتنين ستيريو سنتر، بس خد بالك هو في بلين اوف سيمتري. ده لو قسمته من هنا كده هتلاقي السي او اتش دي تطبق على السي او اتش اللي تحت، ودي تطبق على دي، ودي تطبق على دي. لا، المركب ده بيتطبق، يبقى معنى كده ان هو في بلين اوف سيمتري، يبقى اوبتيكالي انكتيف على طول، حتى لو في ستيريو سنتر، حتى لو في ستيريو سنتر. تمام. نفس الكلام هنا، ده بيتطبق اهو، ده ممكن ستيريو سنتر وده ستيريو سنتر، بس برضه عشان مركب ايه؟ بلين اوف سيمتري. نفس الكلام هنا، ممكن اقسم من هنا ده بلين، ده يعتبر ستيريو سنتر ده ستيريو سنتر، بس برضه لو اتقسم كده ايه؟ هيخليه انكتيف على طول. تمام. الحاجه الثالثه من الاليمنتس اوف سيمتري حاجه اسمها السنتر اوف سيمتري. سنتر اوف سيمتري قال لي المركب بتاعك بص له، اعمل سنتر في المركب، امشي مسافه متساويه لاي اتجاه، لو قابلت نفس الاتوم يبقى ده على طول سنتر اوف سيمتري. ادي السنتر اهو، ده المركب اللي هو المكعب ده. لو انا مشيت الناحيه دي المسافه دي قابلت السهم ده، مشيت الناحيه دي لقيت نفس السهم. طيب خد بالك لازم كل الاتجاهات كده، هنا في دايره وهنا في دايره، يبقى كده معنى كده ان ده ايه؟ سنتر اوف سيمتري، يخلي المركب اوبتيكالي انكتيف. طب تعالى كده شوف بقى التطبيق بتاع المركبات. ده السنتر اهو، مشيت الناحيه لقيت ان اتش، وهنا برده نفس المسافه ايه؟ ان اتش. طب هنا دبل بوند او، هنا دبل بوند او. طب هنا الستيريو سنتر بتاعي اللي هو الكربونه دي، وهنا نفس الكربونه. لا خلاص ده ايه؟ سنتر اوف سيمتري، يبقى خلي المركب بتاعي ده ايه؟ اوبتيكالي انكتيف. لكن تعالى كده الناحيه دي ما تتخدعش بقى، هتمشي هنا تلاقي الستيريو سنتر بتاعك وهنا الستيريو سنتر، وهنا ان اتش وهنا ان اتش. لكن بص كده الاكسجين دي الكربونيل هنا ما فيش، لا يبقى هنا ما فيش سنتر اوف سيمتري. يعني السنتر اوف سيمتري لازم نتحرك فيه لكل الاتجاهات ونقابل نفس الاتومز. تمام. يبقى المركب لو فيه سنتر اوف سيمتري او اي اليمنت اوف سيمتري زي البلين اوف سيمتري اللي فات، يبقى اوبتيكالي انكتيف على طول. الحاجه الثالثه اللي نطمن برده من غيابها اللي هو الابسنس اوف سوبر بوسيبيليتي. يعني ايه سوبر بوسيبيليتي؟ دي الكربونه الستيريو سنتر عليها اربعه مختلفين اهو، واربعه رابط احاديه وزي الفل. قال لك اي كربونه ستيريو سنتر على طول ليها حاجه اسمها ميرور ايمج، يعني اتكلم عنها كمان شويه. السليدومايد مش كانوا مركبين مش مركب واحد؟ لانه لقوا في الكربونه دي يا جماعه. تمام. طيب ايه بقى اخر شرط اتاكد ان دي ودي كده يعتبروا ميرور ايمج لبعض وستيريو ايزومرز لبعض؟ قال لي ان هم ما ينطبقوش على بعض. يعني لما تشيل ده تحطه فوق ده يديك الشكل ده، ما انطبقوش. هتلاقي البي ار جت فوق الاتش، والاي والاتش هنا عند البي ار، الايدين دول كده الاثنين مرايه لبعض. دايما المرايه الحاجه بتبان الاقرب الاول، لو انت واقف كده تلاقي ده بيبان الاول، شعرك ده بيبان بعد كده في المرايه، صح؟ اهم قدام بعض في المرايه. لما اجي اطبقهم بقى ازاي؟ اراعي بس وش وظهر الموليكيول. يعني ما تجيش تطبقهم كده، انت كده بتسقف بقى، صح؟ لا، عشان تيجي تطبق الموليكيولز طبقهم كده، الوش قدام والظهر ورا، انطبقوا؟ ما انطبقوش. يبقى كده في سوبر بوسيبيليتي، ساعات يسموها سوبر امبوسيبيليتي. يبقى هنا في ابسنس اوف سوبر بوسيبيليتي او سوبر امبوسيبيليتي، يبقى المركبات دي اوبتيكالي اكتيف على طول. تمام. طب عشان نفرق كده تعالى شوف الرسمه دي. لو ده موليكيول وده موليكيول ميرور ايمج، طبقتهم على بعض ما انطبقوش، يبقى هنا في ايه؟ كايرال موليكيولز. لكن تعالى بص كده التو بوتلز دول كانهم موليكيولز ينطبقوا على بعض، يبقى هنا في سوبر بوسيبيليتي، يبقى ده كايرال موليكيول على طول. تمام. دي بكل بساطه الابسنس اوف ايه؟ اوف سوبر بوسيبيليتي. الاوبتيكالي اكتيف كومباوند على طول هيبقى موجود في تو ايزوميريك فورمز، ده شغل السليدومايد بقى وشغل الكربون اللي شفتها من شويه. طب افرضوا بقى انا جبت الاثنين موليكيولز دول اللي هو كان موليكيول واحد زمان قبل ما يعرفوا الاستيريو كيمستري ويعرفوا الاستيريو سنتر، وحطيتهم هيدوني ايه بقى؟ ايكوال ماجنتيود لكن اوبوزيت دايركشن. مش احنا قلنا الموليكيول ساعات بيلف الضوء يمين وساعات يلف شمال؟ مين الاثنين اللي يقدروا يلفوا الضوء بنفس القيمه بس باشاره مختلفه؟ الانانشمرز اللي هما الاثنين المرايه لبعض دول. فقال لي لو حضرتك حطيتهم هيدوك نفس القيمه بس اوبوزيت ساين، يطلق عليهم ايه دول على طول؟ انانشمرز. مين هم الانانشمرز بقى كده ببساطه عشان ما انتهوش من بعض؟ بكل بساطه الانانشمرز دول شرطين، هما ميرور ايمج وايه كمان؟ نون سوبربوزيبل. بس اي مركبين فيهم ستيريو سنترز مرايه لبعض ولا ينطبقوا على بعض اسمهم انانشمرز على طول. والانانشمرز من اهم الحاجات اللي موجوده في الايه؟ في الستيريو ايزومرزم.
طيب ببساطه برضو قال لك الكربونه لما تبقى 1 كربون ستيريو سنتر عاده هي ملهاش غير انانشور، لكن لو 2 كربونز هنبدا ندخل في قصص ثانيه كمان شويه. يبقى لو حضرتك لقيت مركب عندك وانت شغال في ستيريو سنتر واحد خلاص، اعرف ان على طول ليه ايه ستيريو ايزومر تاني ميرور ايمج ليه لا ينطبق عليه، ده على طول اسمه ايه انانشومرز. الانانشومرز كمان اهو زي ما رسمناهم قدام بعض مرايه لبعض لا ينطبقوا على بعض طبعا، تمام. بيقول لي نفس الكلام دي ودي اتنين انانشومرز، دي مش بنوته على فكره، دي كربونه وعليها ذره الثانيه الثالثه الرابعه، تمام. طيب شايفه نفسها في المرايه وما تنطبقش على المرايه بتاعتها لان هي دي باصه بوشها، لو لفت كده هتيجي تنطبق هتلاقي الاصفر فوق الايه الابيض والاصفر هو انا جاي تحت الابيض، تمام. طيب نفس الكلام تو موليكيولز هم لقيت ستيريو سنتر عليه اربعه مختلفين اربع رابط احاديه ليه مرايه، يبقى الاثنين دول على طول انانشومرز. هنا بقى نبدا نفسر ليه الثاليدومايد واحد منهم كان ايفكتيف والتاني كان ايه بيعمل بيرث ديفكتس. قال لي ببساطه شديده الريسبتور الموجود عندك في الجسم هو شكل واحد اللي انت شغال عليه. تعالى كده نشوف ده، اعتبر الاتش دي هي الخضرة دي واعتبر الكربوكسيليك جروب دي هي المربع الناحيه دي، تمام. هنا عامل فيتنج جوه الريسبتور، الريسبتور يا جماعه عامل زي البوكيتس، تمام، بينزل فيه الموليكيول اتومز بتاعتك بالشكل ده. هنا زي ما انت شايف حاصل فيتنج زي الفل. طب لو انت بصيت على مرايته مش مرايته الاتش هي اللي جت مكان دي والسي او اتش هي اللي جت مكان الايه الهيدروجين اداني الشكل ده، هل يحصل فيتنج بين يمين والشمال؟ لا. هو ده بقى اللي بيخلي بعض الانانشومرز مثلا هنا في حاله الار عمل فيتنج جوه الريسبتور وعمل بيولوجيكال اكشن معين، واحد تاني يعمل لك توكسيك اكشن لانه بيروح في ريسبتور تاني خالص ويشتغل شغل تاني خالص، او ممكن ما يعملش اكشن خالص، او ممكن يعمل تريتمنت لحاجه مختلفه. يعني مثلا احنا عندنا في الميديسنال حاجه مشهوره الكينين والكينيدين، تمام. الكينين ده بيشتغل ايه بتوع الكوجنيزي انتي ملاريا. طب الكونفيجريشن بتاعه ايه؟ ار اس اس ار، هو في اربع ستيريو سنترز ار اس اس ار، هو نفس المركب بس حطه ار اس ار اس يبقى كينيدين ويشتغل ايه انتي اريزميك، يعني واحد يعالج ملاريا واحد يعالج مرض في الايه في الهورت، اتفقنا. فده اللي بيخلي الستيريو كيمستري مهمه جدا في الدراج ريسبتور انتر اكشنز وفي الدراج ديزاين ايه ميكانيزمز اللي احنا بنتكلم فيها. طيب انانشومرز بقى لازم نعرف عنها معلومه مهمه ان هم ليهم ذا سيم فيزيكال بروبرتيز، نفس الخصائص الفيزيائيه. يعني حضرتك لو جيت تفصل الاثنين دول هو ومرايته بالبويلنج بوينت مش هتعرف، طب بالدنسيتي مش هتعرف، طب باي طريقه فيزيائيه مش هتعرف خالص. الحاجه الوحيده حتى اللي هي السبيسيفيك روتيشن ما بتفصلهمش الا بالنيجاتيف ايه والبوزيتيف اللي هم الاثنين مختلفين لكن نفس القيمه، يعني واحد يلف الضوء موجب 30 والثاني يلف الضوء سالب ايه 30، غير كده ما تعرفش تفصلهم باي طريقه، تمام. الار والاس كونفيجريشن، ليه استخدمنا الكونفيجريشن ده؟ عشان احنا مش كل مره عايزين نعرف المركب بتاعي ده الار ده الانانشومر الار ولا ده الانانشومر الاس احطه في البولاريمتر، لا، في طريقه بقى نعرف احنا نطبقها ونعرف الموليكيول كده بمجرد ان انا اشوفه ده ار ولا اس، يعني ده الار انانشومر ولا الاس انانشومر. طيب ازاي بقى؟ ببساطه شديده هنمشي على القاعده دي. اول حاجه رانك الاتومز، رتب الذرات بتاعتك، تمام. الحاجه الثانيه قال لي اتاكد ان رقم 4 في الباك، رقم 3 قال لي كروس اوت نمبر 4 لما تبقى ورا اشطب عليها، رابع حاجه اعمل ارك من 1 ل 2 3. طبعا محدش فاهم حاجه، بكل بساطه نشوف الكلام ده بكل بساطه. اهو جالي دول وقال لي اعمل له كونفيجريشن، هو ده في ستيريو سنتر الاول اهي كربونه وعليها اربعه مختلفين واربع رابط احاديه وزي الفل، تمام. يلا نرانك نرتب مين هنا يكسب مين عليه رقم واحد في الاربعه دول. يلا القاعده بتاعتنا الاي، يبقى الاي دي رقم واحد والبي ار رقم 2 والسي اتش 3 3 والهيدروجين رقم 4، تمام. طيب اتاكد بقى كده ان رقم 4 بره ورا، المجموعه رقم 4 مش لازم هيدروجين، موجوده في الباك ولا في الفرونت؟ في الباك، احنا اتفقنا المشرط ده هو اللي ورا الصفحه، تمام. قال لي خلاص اشطب عليها كده انت مش عاوزها في حاجه، واعمل ارك بقى من 1 ل 2 ل 3 اهو. بص كده رسمت السهم بتاعي 1 ل 2 لايه ل 3، ده اتجاه عارب الساعه ولا عكس عارب الساعه؟ ده يبقى ده ار على طول، تمام. بص في نيجاتيف بقى لو الجهاز موجود، احنا ما عندناش جهاز دلوقتي خلاص، فبنعمل ار واس، تمام. طيب نفس الكلام برضو، تعال نشوف هنا مين رقم 1 البي ار، رقم 2 سي اتش 2 اتش، احنا عملنا ايه عبره بالكونكشن كربونز تشابهت فبصينا للي بعدها، بعدها السي اتش 2 سي اتش 3، بعد كده السي اتش 3 دي اللي هي الميثيل جروب هي رقم ورا 4 اشطب عليها خلاص، اعمل بقى ارك 1 2 3 طلع ايه ده اس عكس عقارب الساعه، صعبه. طيب هو لازم اصلا رقم 4 يعني تبقى ورا؟ ده لو حظك حلو ممكن رقم 4 دي ليها شكلين تاني او مكانين تاني، تبقى فين قدام او تبقى فين في البلين، تمام. طب نعمل ايه بقى لو كانت في الفرنت في وشي او لو كانت ايه في البلين بتاعي؟ القاعده الاولى بتقول لي لو كانت رقم 4 فورورد يعني اوت اوف بلين بالمنظر ده، رقم 4 كده مظلله، اعمل ايه؟ قال لي بكل بساطه اعكس الار اس واعكس الاس ار. طب ليه؟ لازم نفهم. تعالوا كده نبص على دي، دي الصفحه
خلاص، والاثنين دول هم الموجودين على الايه، على البلين، ودي اللي طالعه في وشك، ورقم 4 عندي ورا. تمام، انا هتوقع كده او هقول كان دي مثلا 1 و2 و3 خلاص. لف كده 1 2 3 من عندك بتدي ايه؟ عارفين من عندنا ايه؟ اس. بص اهو شايفين؟ يبقى انت لما تبقى عندك مش 4 دي في وشي، لو انا كانت رقم 4 طالعه في وشي بارزه في وشي، يبقى انا شايف عكس الحقيقه تماما. يبقى انا لما الف المركب بتاعي ويديني ار اعرف ان ده اس، لان رقم 4 فين؟ في وشي. كله فهمها؟ تمام. فهو ده السبب ان لو كانت رقم 4 في الفرونت قال لي اعمل عادي الكونفيجريشن بتاعك ولف وبعد كده اعكس. طيب نشوف كده الكلام ده نعمله ازاي. جالي مركب زي ده، هرقم عادي جدا الرانكينج بتاعي، البي ار رقم 1، بعد كده الاو اتش رقم 2، بعد كده الايثر رقم 3، والميثر رقم 4. تمام، رقم 4 فين؟ في وشي بره. تمام، يبقى الارك اللي هعمله هنا هعكسه. طب اعمل كده الارك الاول 1 2 3، خد بالكم ما نمشيش، ما تخليش رقم 4 تلخبطك، انت بتمشي 1 2 3 مالكش دعوه ب 4 دي فين. تمام، يعني ما تقوليش ايه ده انا عديت على 4 ماليش دعوه كانها مش موجوده، انا بمشي 1 2 3 هي الارقام كده، ما قالوناش قبل كده ان 4 دي بتسبق 1 2 3. تمام، الارك بتاعي اداني ايه؟ اس، بس عشان خاطر رقم 4 ان فرونت اوت اوف بلين اشطب على الاس واعملها ايه؟ ار. تمام، طيب بعدها نفس الكلام، فين هنا ستيريو سنتر؟ ده ستيريو سنتر؟ ما ينفعش. ليه؟ طيب ليه ما ينفعش؟ صح، في اثنين متشابهين. اه تمام، لكن تعالى بص على ده كده، عليه اتش وعليه او اتش وعليه مين بقى؟ الكربونه دي والكربونه دي، ما هم زي بعض. اه بص بقى بنعمل ايه؟ بنقول ايه؟ دي عليه الاتش والاو اتش وعليه كل اللوكشه دي وعليه كل اللوكشه دي. تمام، ببساطه ده عليه الكربونه دي اللي ماسكه على الكربونه دي اللي ماسكه على الكربونه دي، انما الكربونه دي ماسكه على الكربونه دي، مختلفين ولا متشابهين؟ مختلفين. لكن لو حضرتك بصيت على دي ودي كده تحت رجليك هتلاقي نفسك ان الاثنين زي بعض. تمام، طيب تعالوا نرقم بقى، نعمل الرانكينج بتاعنا لو اتش رقم 1، مين رقم 2؟ الكربونه دي ولا الكربونه دي؟ اللي تحت، عشان هي عليها كربون عليها 2 مثل اكبر. تمام، فدي تاخد رقم 2، وبعدين الكربونه اللي فوق هي رقم 3، وبعدين دي رقم 4. اه 4 طالعه لي اوت اوف بلين، يبقى اعمل الارك بتاعي عادي جدا 1 2 3 ده كده ار، لكن هو عشان الاربعه دي في وشي يبقى انا كده شايف العكس، اعكس واعملها ايه؟ اس. طيب اخر اكزامبل في الحته دي، الاو اتش رقم 1، بعد كده سي او اتش رقم 2، الالدهيديك رقم 3، بعد كده دي رقم 4 برده طالعه فوق، هعمل الارك بتاعي عادي ار، بس عشان خاطر الاربعه برده في وشي هعملها ايه؟ اس. القاعده دي سهله صح؟ طيب نيجي بقى للقاعده الثالثه. الثالثه بيقول لي بقى اللي هي الحاله اللي فضلت، ان لما تكون رقم 4 فين؟ على البلين، يعني على الخط. قال لي هنا بقى اختلفت طبعا الطرق كتير قوي اللي بتعمل الحدوته دي، يقول لك نبص للمركب ونروح. في طريقه سهله قوي اسمها السواب ميثود، الطريقه دي بروفيشنال وفي نفس الوقت سهله خالص ما تخليكش تغلط. طيب بتعملها ازاي السواب ميثود دي؟ السواب ميثود دي قايمه على قاعده بتقول لك ايه؟ ان الاود سوابس، يعني لو انت سواب اصلا معناها تبديل، لو انت بدلت رقم فردي يديك ايه؟ الانانشومر، لكن لو بدلت ايفن سوابس يعني رقم زوجي يديك الايه؟ ذا سيم كومباوند. انا ما بقتنعش غير بالتجربه. الاثنين دول المفروض ان هم انانشومرز لبعض اهم، مش ده المركب ومرايته؟ سي مثلا ده الار وده الاس، خلاص؟ المفروض ينطبقوا على بعض، تعرف تطبقهم؟ مستحيل. ما ينطبقوش ابدا، دايما هتلاقي لون مختلف فوق لون تاني، تمام؟ طيب تعالوا كده نشوف لما نعمل اود سوابس، يعني كده هعمل ايه؟ تبديل واحد، هعمل رقم واحد تبديل، نبدل اي اتنين مع بعض، ده وده مثلا، هجيب الموف ده فوق. المركب ده اتحول لده، نتاكد بقى نفس الموليكيول ولا لا؟ ايه ده؟ يعني لما انا عملت اود سوابس في الموليكيول اتحول للانانشومر بتاعه، مظبوط؟ طب تعالوا كده نجيب نفس المركب اهو تاني وابدل فيه تبديله كمان عشان يبقى ايه؟ ايفن، يبقى رقم 2 عملت تبديلتين، زي مثلا ابدل الاحمر مع الموف، قال لي رجع تاني الانانشومر بتاعه. اهو حاول كده تحطهم مش هيجوا خالص. بص مش عايز يجي خالص. تمام، يبقى معنى كده ان ده فعلا الاود نمبر لما عملت سواب واحد حوله للانشمر اخوه. تمام، انما لما عملت ايفن سوابس رجع لي تاني نفس الايه؟ نفس المركب زي الاول. فهمنا يا جماعه الكلام ده؟ فهمنا يعني ايه القاعده دي؟ طيب الكلام ده بقى احنا هنستخدمه، هو احنا عايزين نخلي المركب يتحول للانشمر ولا عايزينه يفضل نفس المركب؟ اكيد نفس المركب، عشان انا عايز اعمل كونفيجريشن المركب اللي قدامي. تمام، طيب فلو جالي كومباوند زي ده هعمل برضو الرانكينج بتاعي عادي، البي ار رقم 1، بعد كده السي ال رقم 2، الميثل رقم 3، والهيدج رقم 4.
ايه ده؟ ده رقم 4 هنا. اه رقم 4 هنا اوت اوف بلين، ولو عملت كده الكونفيجريشن هتبقى 1 2 3 وشطبت على 4 واداني ده ايه؟ اس. دي اثبات ان السوابس فعلا زي ما احنا بنقول. فهنعمل مره ايفن سوابس ومره اود سوابس. هنعمل الاود كده الاول اللي هو رقم 1 بدله اي 2 مع بعض، زي مثلا هبدل البي ار والسي ال مكان بعض بالشكل ده، شايفين؟ تمام. واعمل كده كونفيجريشن هتبقى ايه؟ البي ار رقم 1 والسي ال 2، ها هلف كده اللفه بقت ايه؟ ار. اتغير ولا فضل زي ما هو؟ اتغير. يبقى فعلا الاود سوابس بيديني الانانشومر. لكن لو انا عملت ايفن سوابس هعمل مرتين بقى، بدلت دول مكان بعض في اول مره، والمره الثانيه هبدل اي 2 كمان وليكن السي اتش 3 والبي ار. تمام. تعالوا كده نعمل كونفيجريشن. يلا بي ار سي ال سي اتش 3 اديتني ايه؟ اس. فضل نفس المركب. يبقى معنى كده حضرتك لما يجي لك حاجه على البلين رقم 4 وانت عايز تنزلها تحت البلين هتعمل ايه؟ اود سوابس ولا ايفن سوابس؟ ايفن سوابس عشان تحافظ على نفس الكونفيجريشن بتاع الكومباوند بتاعك. طيب ببساطه شديده جالي الكومباوند ده، هعمل الرانكينج اف رقم 1 او اتش رقم 2 سي اتش 3 3 وبعدين ايه رقم 4. لقيت رقم 4 فين؟ على البلين. يبقى دي على طول سواب ميثود. طيب خليك ذكي بقى، اول تبديل اعملها مين مكان مين؟ الاتش احطها ورا، صح؟ ما في ناس ممكن يقول لك طب انا عايز احط الاتش قدام واعكس. يا عم انت عايز بقى تضيع وقتك، تمام؟ لكن انت عشان خاطر تبقى سريع حط الاتش على طول رقم ايه؟ ورا، اللي هي اقل واحده يعني. فعلا جبت الاتش مكان الاتش والاتش مكان الاتش، تمام؟ اعمل بعد كده اي تبديله ثانيه بعيد بقى عن ايه؟ عن اللي تحت دي، اي اثنين مع نفسك كده، زي مثلا هنا عمل الاو اتش والسي اتش 3 مكان بعض، تمام؟ بعد كده اعمل كونفيجريشن فلوريد رقم 1 او اتش 2 سي اتش 3 3 لف دي طبعا رقم 4 اشطب عليها، اعمل كده الرانك بتاعك هيبقى اس او الارك بتاعك بيدي اس. طيب نفس الكلام هنا، القاعده اللي انا عملتها بكل بساطه، اول حاجه انا جبت رقم 4 ورا في اول سواب عملته، رقم 2 انا عملت ايه؟ غير اي مجموعتين تاني بهدف بس ان انت توصل للايفن سوابس. انت رقم 2 دي مش عاوزها بس انت بتعملها عشان خاطر تحافظ على ايه؟ على الكومباوند بتاعك. طيب نفس الكلام لو انا عندي كومباوند اهو في الاستيريو سنتر اهو، عرفت منين؟ عليه اتش وعليه ميسوكسي، تمام؟ وبعدين عليه المجموعه دي والمجموعه دي. طب نعملهم كده بس عشان يبانوا، مين رقم 1؟ الميسوكسي او اتش 3، بعد كده الاو اتش، وبعد كده رقم 3 مين؟ دي اكتر ولا دي؟ دي 3 كربونات صح؟ انما دي 2، يبقى دي هتكسب رقم 3 وبعدين رقم ايه؟ 4. 4 على البلين. طب ابدلها مع مين؟ ابدلها هنا دي، اعمل اول سواب مكان الاو اتش، جبت الاربعه الناحيه دي اللي هي الاثنين دي حطيتهم هنا الاسل والاو اتش جبتها هنا بالشكل ده، تمام؟ وبعدين اعمل اي 2 كمان بمزاجك وليكن الميسوكسي والاو اتش، اداني الشكل ده. يلا رتب رانكينج 1 2 3 لف الارك بتاعك، 4 طبعا اشطب عليها لف الارك بتاعك اداني ايه؟ اس. سهل الكلام؟ طيب الانانشومرز يا جماعه دايما لما تيجي عشان خاطر ما تقعدش تلخبط نفسك، هم عاملين زي التوينز بالظبط، زي اتنين توأم، خلاص؟ هل التوينز دول نفس الشخص؟ لكن انت لو شفتهم ايه اللي هم متماثل طبعا هتنخدع فيهم، هم الاثنين نفس الشكل، في ناس ما بتعرفهمش اصلا من بعض، تمام؟ فهم بكل بساطه هم الاثنين دول كده يعتبروا توينز، بس كل واحد فيهم بتلاقي واحد مثلا دكتور والتاني شغال ظابط، واحد في حته وواحد في حته ثانيه خالص، تمام؟ كل واحد ليه خصائصه الفيزيائيه، وطبعا الفيزيائيه بتاعتهم متشابهه، لكن ليه خصائص الكيميائيه اللي بيتفاعل بيها مع الريسبتور او مع اي حاجه مختلف عن الثاني تماما، تمام؟ طيب كده احنا خلصنا الكونفيجريشن، فاضل لي بس حد اسمه فيشر بروجكشن، ازاي نعمله كونفيجريشن؟ برده معتمدا على نفس القاعده اللي انا قلتها من شويه. فيشر ده اللي هو ايه؟ اللي هو علامه الكروس اللي انا قلته في الانترودكشن. طيب قلنا ده هاجنج يو، دايما الهوريزونتال دول لبره ودايما الفيرتيكال دول لورا. طيب وانت باصص لفيشر اعرف ان هو نفس قصه فلاينج ويدج ده، بس انا عملته بالمنظر ده، تمام؟ ده هو ده فيشر بالظبط. طيب ببساطه شديده ازاي اعمل فيشر بقى في الكونفيجريشن بتاعه؟ قال لي بص هيجي لك المركب زي ده، هتقوم عامل كونفيجريشن عادي مفيش جديد يا جماعه، الاو اتش رقم 1 الايثر رقم 2 الميثر رقم 3 ودي رقم 4، تمام؟ وبعدين هتلف الارك بتاعك عادي من 1 ل 2 لايه؟ ل 3. ده اداني ايه؟ اداني اس. بس رقم 4 فين؟ اوت اوف بلين. ما احنا قلنا فيشر ده حاجه من الاثنين، يا اما اوت اوف بلين يا اما ايه؟ بلول بلين. ده اوت اوف بلين ولا بلول بلين؟ اوت اوف بلين. مش احنا قلنا الهوريزونتال ده عامل كده؟ تمام؟ طب طالما هو باصص لبره يعني رقم 4 في وشك، اعكس ولا سيبها زي ما هي؟ نفس القاعده، فرحت عكست الاس عملتها ايه؟ ار. تمام؟ نفس الكلام الناحيه الثانيه، ادي 1 2 3 4، تمام؟ هلف عادي جدا 1 2 3 يديني ار، بس عشان خاطر رقم 4 برده موجوده ايه؟ هوريزونتال، يبقى معنى كده هعكس الار تبقى ايه؟ اس. فيشر بكل بساطه لو لقيت رقم 4 ايا كانت هي مين موجوده هوريزونتال اعكس الار اس او الاس ار، لو لقيتها موجوده فيرتيكال سيبها زي ما هي حسب الايه؟ الارك بتاعك ما يطلع ار او اس. تمام؟ ادي بس الايه؟ الحته اللي في فيشر. طيب
نبدا بقى نخش في المركبات اللي فيها تو ستيريو سنترز مش وان ستيريو سنتر. تمام؟ طيب لو في اتنين ستيريو سنتر في المركب بقى ده، تمام، احنا اتفقنا لو وان ستيريو سنتر والاتنين ميرور ايمج لبعض ده كده على طول يعتبر ايه؟ انانشومرز. طيب لو في بقى اتنين ستيريو سنتر نبدا ندخل في انواع جديده. طب ببساطه شديده تعرف تعمل فين ستيريو سنتر؟ اهو في عليه اتش وسي ال وسي اتش 3 وكل الكربون اللي تحت دي برده كذلك ده ستيريو سنتر تاني على اربعه مختلفين. طب نعمل هنا كونفيجريشن وانتوا اعملوا الباقي. هنا دي هتبقى السي ال رقم واحد، وبعدين المثل اللي تحت دي اللي عليها الحاجات الكتيره دي كلها رقم 2، وبعدين دي رقم 3، فهلف كده 1 2 3 هتبقى ايه؟ اس. بس عشان خاطر الرقم 4 موجوده فين؟ هوريزونتال، يبقى الاس تبقى ايه؟ ار. واصله؟ نفس الكلام برده هتعمل ده هتلاقيه ار. ايه بقى اللي انا عايز اقوله؟ حركة المركب ده لو اتنين ستيريو سنتر ار وار وده مرايه هو واضح ميرور ايمج بتاعه اكيد ده ايه؟ اس واس. فلو لقيت حضرتك ار ار واس اس دي كده كيس اسمها كيس انانشومرز برده. طيب افرض بقى لقيت المركب بتاعك واحده ار والثانيه اس، اعملوها براحتكم هتلاقوا دي ار ودي اس، تمام؟ وقدامه طبعا طالما هو مرايه اكيد الار تبقى في مرايتها ايه؟ اس، والاس تبقى في مرايتها ايه؟ ار. قال لي برده لو لقيت ار اس واس ار برده دي حاله ايه؟ انانشومرز. ايه ده؟ يبقى دلوقتي انا عندي حالتين للانانشومر صح؟ في المركبات اللي فيها اتنين ستيريو سنتر، يا اما ار ار اس اس الاثنين متشابهين واثنين متشابهين، يا اما ار اس وهنا عكس اس ايه؟ ار، الاثنين دول حاله الايه؟ الانانشومرز. طيب مين بقى الراسيميك ميكشر؟ قال لي افرض جبنا 50% من ده و50% من ده، مش ده الار والاس اللي هم الانانشومرز، وحطيناهم مع بعض وقلنا شو بيشوف هيلف الضوء ولا لا، وحطيناهم في البولاريمتر هيلف الضوء؟ واحد منهم موجب 30 والتاني سالب 30، فالاثنين هيعملوا ايه؟ هيكنسلوا بعض. هو ده حاله الراسيميك ميكشر. فالراسيميك ميكشر هو قال لي انا حطيت ايكوي مولر ميكشر اوف تو اوبتيكالي اكتف ايزومرز 50% ار و50% ايه؟ اس، مش هيلفوا البلين بولاريز لايت عشان التوتال روتيشن بتاعهم بايه؟ بزيرو. ده من ضمن الاثنين، في عندنا اثنين كيسز في الستيريو كيمستري بتقول ان هم المركبات ساعات بيكون فيها ستيريو سنترز، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لي في حد اسمه دايستيريومرز. مين بقى الدايستيريومرز؟ دول برضو نون سوبربوزبل مولكيولز، ماشي زي الانانشومرز يعني، لكن يختلفوا عنه في ايه بقى؟ نون ميرور ايمج. بص كده المركبين دول هم دول مرايه لبعض؟ تعرف تحط مرايه هنا؟ لا، دي مرايه دي لكن دي مش مرايه دي، صح؟ طب هنا في ستيريو سنتر؟ اه ده هنا في واحد واثنين وهنا برضو في واحد واثنين. لما عملوا الكونفيجريشن لقوا ده اس اس ولقوا ده ايه؟ ار اس. مين بقى الدايستيريومرز؟ الدايستيريومرز هم برضو مركبين ستيريو ايزومرز ولكنهم نوت ميرور ايمج، ينطبق عليهم نفس شروط الستيريو ايزومرز بالظبط، لكن هم الاثنين مش ميرور ايمج لبعض. هعرفهم ازاي؟ لما تعمل كونفيجريشن تلاقي اس اس وبعدين ار اس، واحد منهم متشابه والتاني ايه؟ مختلف، فدول دايستيريومرز على طول. دول بقى بنستفيد بيهم في ايه في الستيريو كيمستري؟ ان احنا نفصل بيهم الانانشومرز، لان الدايستيريومرز ليهم ديفرنت فيزيكال بروبرتيز، واحنا اتفقنا الانانشومرز ليهم ايه؟ ذا سيم فيزيكال بروبرتيز. فلما تحب تفصل اثنين انانشومرز نعرف نحولهم للدايستيريومرز وبعدين نفصلهم وبعدين نرجعهم تاني ايه؟ انانشومرز. دي مش قصتنا برضو النهارده، تمام؟ طيب تعالوا كده بقى عشان ما تلخبطش. احنا اتفقنا لو واحد ار ار وقدامه في مرايته اس اس مش دي كانت حاله انانشومرز؟ تمام. طب لو واحد ار اس واس ار برضو دي حاله ايه؟ انانشومرز. تمام. طب لو واحد ار ار غيرنا واحده بس وثبتنا الثانيه بقت اس ار، ما دول مش مرايه دلوقتي بقى دايستيريومرز. العب بقى كده، لو واحده ار ار وار اس ثبتت واحده وغيرت الثانيه دايستيريومرز، لو واحده ار اس واحده اس اس دايستيريومرز وهكذا. يبقى لو في مركب فيه اثنين متشابهين وواحده مختلفه بس في المركب الثاني دي كيس الدايستيريومرز على طول، تمام؟ فضل حته بسيطه بس ممكن تلخبط الناس، نقول بس او قبلها الميزو كومباوندز. الميزو كومباوندز ده بيكون عباره عن ايه؟ مركب فيه اثنين ستيريو سنترز جواه، واحده منهم لازم تكون ار والثانيه لازم تكون ايه؟ اس. عشان كده التوتال روتيشن بتاع الكومباوند ده بيساوي ايه؟ زيرو. طب هو كده يعني خلاص يبقى ميزو؟ قال لي لا، الشرط الثاني اهم، انه لازم يكون في انترنال بلين اوف سيمتري. بص كده على الكومباوند ده، ده ستيريو سنتر وده ستيريو سنتر اهو، عليه اربعه مختلفين وده برده نفس الكلام. لكن المركب ده لو اتقسم من النص، ايه ده؟ مش دي كان اسمها بلين اوف سيمتري؟ انترنال ميرور بلين، ودي كانت بتقسم المركب الى اثنين زي بعض. هو ده كان بيبقى اوبتيكالي اكتف؟ ده من ضمن الشروط اصلا اللي كانت لازم تكون غايبه في المركب، تمام؟ لو لقيت بقى مركب فيه اثنين ستيريو سنتر يعني تو كايرال سنترز ولكن فيه بلين اوف سيمتري، لا ده اسمه ميزو، ده ملوش مرايه ولا حاجه، ده لو شفت له مرايه اعرف ان هو نفس المركب لانه اصلا مش ستيريو ايزومر، تمام؟ طيب اهو نفس الكلام، مركب لو انت قسمته من النص ينطبق على بعضه، تمام؟ دي بقى الحته اللي ممكن تلخبط الناس، مش ده ار واس وممكن يديك واحد مرايته اس ار فتفتكروا انانشومر؟ هعرفه منين؟ من البلين اوف سيمتري، لو موجود يبقى ميزو، لو مش موجود يبقى انانشومرز على طول. طيب بكل بساطه اهو جالي دول، تمام؟ قال لي دول علاقتهم ايه ببعض؟ هقول له اه ار اس واس ار، بس تعالى كده في بلين اوف سيمتري؟ لا في بلين اوف سيمتري، لا دول ميزو. الاثنين دول بقى ذا سيم كومباوند، الاثنين دول نفس المركب،
فدول عشان فيهم بلين اوف سيمتري نوت اوبتيكالي اكتف على طول، دول ميزو كومباوند. تمام؟ طيب تعالى دول ار واس واس وار، هنا في بلين اوف سيمتري؟ حد يعرف يقسم هنا؟ لا، ده دي كاربوكسيليك ودي الدهيدك، ما يتقسمش. تمام؟ يبقى دول على طول انانشمرز. عرفنا نفرق بينهم ازاي؟ تمام. اخر حاجه خالص عايزين نقولها، الدي والال سيستم هو سيستم بيستخدموه بقى بتوع البايوكيمستري اكتر عشان خاطر يعملوا برضو كونفيجريشن للار والاس، بدل بقى ما يقعد يرسم لي واحد واثنين وثلاثه وارك ويشيل ويشوف رقم اربعه فين، هو بكل بساطه بيبقى عندهم الكومباوندز بتاعتهم فيها ديفرنت كايرال سنترز. بص ده ستيريو سنتر، ده ستيريو سنتر، ده ستيريو سنتر، فهم الموضوع بالنسبه لهم كتير وهياخد وقت قوي. فهو بيعمل ايه؟ بيقول لي بص شوف اخر كربونه تحت كايرال سنتر، اللي هي الكربونه دي اللي بيقولوا عليها ساعات اللي قبل الاخيره. تمام؟ في الشوجر، شوجرز طبعا والامينو اسيدز بيعملوا كده. شوف الـ OH بتاعتها في انهي اتجاه، لو لقيتها ناحيه اليمين ده اسمه دي، اما لو لقيتها ناحيه الشمال ده اسمه ايه؟ ال. دي وال كابيتال، مش دي وال ايه؟ سمول. دي وال سمول دول بتوع مين؟ البوزيتيف والنيجاتيف بالظبط، اللي هي بتاعت اصلا البولاريمتر. لكن الدي وال كابيتال دي طريقه، الدي تعتبر ار والال دي كابيتال تعتبر ايه؟ اس بالظبط. بس هي طريقه بسيطه وسريعه عشان خاطر نعرف الاوبتيكال اكتيفيتي بتاعه الشوجرز وبتاعه مين كمان؟ الامينو اسيدز. بص بنبص برده الامينو اسيد فيها كايرال سنتر اهو، بنشوف الان اتش 2 جروب بتاعتها، لو ناحيه الشمال اسمها ال كابيتال، لو ناحيه اليمين اسمها ايه؟ دي كابيتال. تمام؟ فاضل لنا اخر حاجه بقى، انا عندي كومباوند دلوقتي بشتغل بيه، ازاي اعرف احدد فيه عدد الستيريو سنترز وعدد الستيريو ايزومرز واحسبها ازاي واعرفها ازاي؟ بكل بساطه عدد الستيريو سنترز اسمها ام، هنعرفها ازاي دلوقتي. الستيريو ايزومرز 2 تو ذا باور ام. طيب اعملها ازاي؟ جالي مركب زي ده، مركبات بتخض، احنا في قاعده جميله قوي بتقول ايه؟ اي كربونه عليها ثلاث اضلاع احاديه على الاقل، وخد بالك من الكربونه الطرفيه، دي مش تعويذه على فكره، دي الايه؟ دي القاعده. تاني، اي كربونه عليها ثلاث اضلاع احاديه على الاقل، يعني لو اربعه كويس اخر وبركه، احنا قلنا على الاقل، وخد بالك من الطرفيه. طيب لو جه مركب زي ده قال لي امشي كده من الطرف، دي كربونه؟ لا سيبها. تعالى دي عليها ثلاثه، ده كوع يا جماعه، الكوع ده سيبوه، ده كوع بالظبط اهو، عامل كده. كربونه الكوع دي ليه وحشه؟ عشان عليها هيدروجينتين مستخبيين، ما هي الكربونه دي ناقصها اثنين اللي هما هيدروجينتين، فاي كوع هنسيبه. تمام؟ دي برده هسيبها، دي او، دي كوع، دي فيها دبل ماليش دعوه بيها، انا عايز سنجل، دي دبل، دبل او كوع سي اتش 3 دبل، دي عليها ثلاثه خدها معايا. تمام؟ دي دبل، دي ان، دي دبل، دي طبعا سي اتش 3، دي هنا ايه؟ دبل، دبل، واخدين بعمل كده دبل دبل دبل، ده كل ده سيبه، يبقى خدي ده على طول. فانت بكل بساطه بنظره بس للمركب تقدر تحدد هو فيه ستيريو سنتر ولا لا. طب ده فيه كام ستيريو سنتر؟ واحد. يبقى كام ستيريو ايزومر؟ اثنين. دي كيس السليدومايت. تمام؟ طيب جالي ده برضو، يلا عاملينها بالاحمر عشان نسهلها على الناس. دي او، دي كوع دبل ماليش دعوه بيها، دي عليها كام؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خير وبركه خدها معايا. دي عليها كام؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خدها معايا. دي بقى نفس الكلام عليها اربعه، دي عليها اربعه، دي عليها اربعه، دي دبل، دي كوع، دي عليها اربعه خدها معايا. دي طبعا كوع، كوع دبل دبل دبل، خلاص يبقى كده كام واحد؟ كام ستيريو سنتر؟ 6. يبقى ستيريو ايزومرز كام؟ 2 اس 6، لان كل ستيريو سنتر من دول بيعمل 2. تمام؟ فعشان يقولوا 2 اس الرقم ده. سهله؟ طيب صعبها شويه بقى، طبعا هي سهله، ده الكوليسترول. تمام؟ بكل بساطه همشي من هنا من رقم واحد، ده كوع، كوع واحد، عدوا معايا عليه 3 اهو، كوع دبل 2 3 4 كوع دبل ماليش دعوه بيهم، صح؟ كوع، كوع خمسه، سته، كوع، كوع ها، سبعه، ثمانيه، كوع، كوع، كوع ها. خد بالك من الكربونه الايه؟ الطرفيه. ليه بقى قلنا دي في القاعده؟ عشان دايما هو بيخدعك بالكربونه الطرفيه دي. الكربونه الطرفيه دي عليها اثنين ميثيل جروب اهم، هو كده ايه؟ سايبها لك في الزحمه، فدي ما تنفعش ستيريو سنتر. يبقى دي في كام ستيريو سنتر؟ ثمانيه. يعني كام ستيريو ايزومر؟ 2 to the power 8. طبعا الناس اللي شاطره في الماس تقول لنا يطلعوا كام. خلاص؟ طيب اخر واحد خالص ترايم سينولون دون، نشوف كده في كام ستيريو سنتر. يلا ده طبعا دبل دبل دبل، مش معايا، ده معايا صح؟ ده دبل مش معايا، ها؟ 2 3 ها 5 ده كوع، ها 6 7 ها 8 ها. لا ليه؟ عشان خد بالك من الكربون الطرفيه. طيب دي ايه؟ طرفيه ما تنفعش، وبعدين دي ايه؟ دبل، وبعدين ده ايه؟ كوع، وبعد كده دي اتش. فدي كده في 8 ستيريو سنترز بكل بساطه خالص. كده نعرف نحدد عدد الستيريو سنترز اللي عندي، وكمان نجيب منهم عدد الايه؟ الستيريو ايزومرز. تمام؟ Our chemistry saying happy new year. Thank you. شكرا يا جماعه.